السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة هناخد سيكشن رقم 2 في مادة المورفولوجي العملي. السيكشن اللي فات اتكلمنا وقلنا ان جسم النبات الزهري بيتكون من جزئين، جزء بيوجد تحت سطح التربة اسمه المجموع الجذري، وجزء بيتعرض للهواء اسمه المجموع الخضري. ده بيتكون من ساق وأوراق وأزهار. اللي احنا هنعرفه النهاردة وهندرسه النهاردة مع بعض اللي هو المجموع الجذري. هنا الجذور بتنقسم الى قسمين رئيسيين، القسم الاول primary or tap root، جذر اولي او وتدي. القسم الثاني adventitious roots، جذور عرضية. الجذر الاولي او الوتدي بينقسم الى نوعين، النوع الاول جذر وتدي عادي اللي هو normal tap root، النوع الثاني storage tap root، جذر وتدي متشحم. الجذر الوتدي المتشحم بيوجد منه ثلاث اشكال. الشكل الاول conical root، جذر مخروطي. الشكل الثاني fusiform root، جذر مغزلي. الشكل الثاني نابيفورم روت، جذر ليفتي او جذر كروي. ده بالنسبة للقسم الاول من الجذور. القسم الثاني اللي هي الجذور العرضية الادفنتيتشيس روتس بيوجد منها 7 انواع. النوع الاول الفايبرس روت، جذور ليفية. النوع الثاني بروب روتس، جذور مساعدة او جذور دعامية. النوع الثالث storage roots، جذور تخزينية. النوع الرابع climbing roots، جذور متسلقة. النوع الخامس aerial roots، جذور هوائية. النوع السادس respiratory roots، جذور تنفسية. النوع السابع الhistorial roots، جذور تطفلية. وهنعرف شكل كل جذر، ولو جذر ليه وظيفة هنعرف الوظيفة الأساسية بتاعته. هنا بيقول لك الجذور بتنقسم إلى زي ما قلنا، أول قسم رئيسي اللي هو الجذر الأولي أو الوتدي. بينشأ منين الجذر الأولي أو الوتدي؟ ده بيتكون من نتيجة نمو الجذير. الجذير اللي هو تصغير الجذر، لما بيبدأ ينمو الجذير الصغير خالص ده يستطيل، بيديني حاجة اسمها الجذر الأولي أو الوتدي أو الابتدائي. الجذر الأولي أو الوتدي أو الابتدائي عرفنا إنه بينقسم إلى نوعين، جذر وتدي عادي وجذر وتدي متشحم. عرفنا الجذر الوتدي المتشحم في منه جذر مخروطي وجذر مغزلي وجذر ليفتي. ده النورمال تاب روت، الجذر الاولي او الوتدي العادي. ده بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن جذر اسطواني طويل متفرع، بيتكون من الجذر الاصلي زي ما احنا شايفين، ومجموعة من الجذور الثانوية. والجذور الثانوية دي بتتفرع الى جذور ثلاثية. ده بالنسبة للجذر الأولي الوتدي العادي زي جذر القطن أو جذر الملوخية زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. ده جذر القطن، الجذر اللي هو الجزء الأسفل ده هو ده الجذر الأولي أو الوتدي العادي. بعد كده الجذور الوتدية المتشحمة قلنا منها ثلاث أشكال. أول شكل اللي هو الجذر المخروطي، ومن اسمه جذر مخروطي فبيكون شكله شكل مخروطي. ده زي جذر الجزر، بتكون المسافة اللي من فوق هنا عريضة بعد كده متجها إلى أسفل. ده أول شكل من الجذور الوتدية المتشحمة. يبقى الجذر
ده اللي هو الجزء الملون، لكن ده الجزء القرصي الصغير ده عبارة عن ساق، والجزء الأخضر دي الأوراق. يبقى إذن اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة اللي هو الجزء الملون في الجزر ده اللي احنا بناكله ده عبارة عن جزر مخروطي. الشكل التاني اللي هو جزر مغزلي. مغزلي فأكيد الشكل بتاعه هيكون مغزلي الشكل زي ما احنا شايفين هنا، بتكون المسافة دي مش عريضة زي المخروطي، بتكون متجهة إلى أسفل مباشرة. وده زي الفجل، الجزء الأبيض ده اللي احنا برضو بناكله في الفجل ده عبارة عن جزر مغزلي. الشكل الثالث من الجذور الوتدية المتشحمة اللي هو النابي فورم روت، جذر ليفتي او جذر كروي، من اسمه ليفتي او كروي، بيكون كروي الشكل زي ما احنا شايفين هنا اللي هو عبارة عن الليفت. الليفت دي عبارة عن جذر ايه؟ جذر ليفتي او جذر درني متكون، الشكل بتاعه شكل كروي. كده احنا خلصنا الجزء الاول اللي هو الجذور، الجذر الاولي او الوتدي. هنبدأ في القسم الثاني اللي هو الجذور العرضية Adventitious Roots، الجذور العرضية. طيب احنا قلنا في الجذر الاولي او الوتدي بينشأ من نمو الجذير، طيب هل الجذور العرضية بتنشأ ايضا من نمو الجذير؟ لا، الجذور العرضية مش بتنشأ من نمو الجذير، امال بتنشأ من ايه؟ اللي بتنشأ من اعضاء اخرى خلاف الجذير، زي ايه؟ زي السقام، زي الاوراق. وقلنا الجذور العرضية دي تنقسم الى 7 انواع، النوع الاول اللي هي الجذور الليفية، النوع الثاني الجذور المساعدة، النوع الثالث الجذور التخزينية، النوع الثالث جذور متسلقة، الرابع قصدي، النوع الخامس جذور هوائية، النوع السادس جذور تنفسية، النوع السابع والأخير جذور تطفلية. هنبدأ بأول نوع اللي هو الجذور الليفية. الجذور الليفية دي تخرج من العقد الأرضية اللي بتوجد في قاعدة الساق، الأجزاء المتفرعة دي اللي عاملة زي الشعيرات اللي احنا شايفينها دي عبارة عن fibrous roots. fibrous roots جذور ليفية دي بتوجد في البصل او بتوجد في الثوم، الاثنين بنلاقي فيهم جذور ليفية اللي هي اللي بتبقى عاملة زي الألياف او الشعيرات من اسفل دي لونها ابيض، هي دي الجذور الليفية، بتخرج من العقد الأرضية اللي موجودة قاعدة الساق، قلنا بتوجد في البصل او في الثوم. النوع الثاني من الجذور العرضية الستورج روتس، جذور تخزينية، دي بتكون عبارة عن جذور متضخمة عرضية. وليه بتكون متضخمة؟ لأنها بتخزن داخلها المواد الغذائية، زي مين؟ زي البطاطا اللي احنا بناكلها، دي عبارة عن البطاطا اللي احنا بناكلها دي عبارة عن جذور تخزينية. عبارة عن ايه؟ جذور تخزينية. النوع الثالث الجذور الهوائية aerial roots، جذور هوائية، من اسمها هوائية، دي بتخرج من السيقان الهوائية، بتخرج منين؟ من السيقان الهوائية، زي ما احنا شايفين هنا دي أشجار التين البنغالي بيتدلى من السيقان الهوائية جذور بنسميها جذور هوائية، بتتجه إلى
أسفل وبتمتد في الهواء حتى تصل إلى سطح الأرض. طيب هل ليها وظيفة معينة؟ هل الجذور الهوائية الأريال روتس دي ليها وظيفة معينة في النباتات؟ ليها وظيفة، بتعمل كدعامة، بتساعد على تثبيت النبات وحمل الفروع الهوائية وزيادة قدرته على امتصاص الماء والأملاح. يبقى عرفنا يعني ايه جذور هوائية، دي بتتدلى من الثقال الهوائية وبتتجه إلى أسفل زي ما احنا شايفين برضو هنا في الصورة. دي أشجار التين البنغالي، الفروع دي بتاعت الشجرة في جذور متدلية منها متجهة إلى أسفل، الجذور دي هي الجذور الهوائية. بعد كده النوع الرابع لدروب روتس، الجذور المساعدة أو الجذور الدعامية. الجذور المساعدة أو الدعامية دي بتخرج منين؟ اللي بتخرج من العقد اللي بتوجد فوق سطح الأرض. يبقى في عقد موجودة كده فوق سطح الأرض، بلاقي جذور بتخرج منها، الجذور دي بسميها جذور مساعدة أو جذور دعامية. طيب هل ليها وظيفة معينة؟ ليها وظيفة، اللي بتساعد على تثبيت النبات في سطح التربة. يبقى بتعمل، هي عبارة عن جذور قوية، عشان كده بتساعد على تثبيت النبات فين؟ في التربة، زي الجذور بتاعت الذرة، الجذور بتاعت نبات الذرة. النوع رقم 5 جذور متسلقة، اللي هي climbing roots، جذور متسلقة، من اسمها متسلقة، دي بتخرج من بعض سيقان النباتات المتسلقة. لها وظيفة؟ لها وظيفة، اللي بتساعد على تثبيت النباتات إلى الدعامات اللي بتتسلق عليها. يبقى في نباتات متسلقة بتتسلق على دعامة، فبتكون جذور اسمها جذور متسلقة climbing roots، اللي هي الحاجات المتفرعة دي. لكن الجزء العريض ده اللي هو عبارة عن الساق، الأجزاء المتفرعة دي هي اللي climbing roots، جذور متسلقة. في صورة بتوضح لي نبات الشم اللي موجود فيه جذور متسلقة، زي ما احنا شايفين الجزء الأخضر ده عبارة عن ساق، والأجزاء اللي خارجة منه على الجوانب دي هي الجذور المتسلقة. الجزء الأخضر ده الساق، لكن الأجزاء المتفرعة دي اللي عاملة زي الأشواك دي الرفيعة دي عبارة عن الكلايمبينج روتس، اللي هي الجذور المتسلقة. يبقى بنشوفه في نبات اسمه نبات الشم. النوع السادس من الجذور العرضية الريسبيراتوري روتس، جذور تنفسية. الجذور التنفسية دي بتخرج منين او بتوجد فين او في انهي نباتات؟ الجذور التنفسية دي بتخرج من اجزاء النباتات المغمورة في تربة رديئة التهوية. طيب ليه التربة بتكون رديئة التهوية؟ نتيجة تشبعها بالمية، فلما تكون في تربة متشبعة بالمية وبتنمو فيها نباتات، النباتات دي بيخرج منها جذور. طيب هل الجذور دي بتتجه الى اسفل زي باقي الجذور؟ لا، بتتجه الى اعلى. يبقى الجذور التنفسية بتتجه الى اعلى عكس باقي الجذور. طيب ليها وظيفة الجذور التنفسية؟ ليها وظيفة، بينتشر على السطح بتاعها عديسات، وظيفتها تبادل الغازات بين الهواء الجوي وأجزاء والفراغات التي تتخلخل للجذور الداخلية بتاعت النبات، زي نبات الجذور التنفسية، زي نبات المنجروف. يبقى ده عبارة عن نبات المنجروف، بينمو في تربة رديئة التهوية، فبالتالي بيكون جذور بحيث يعمل على تبادل الغازات ما بين الهواء الجوي والفراغات اللي بتوجد في الجذور الداخلية بتاعته.
بيمثل لي الحمول هو ملتف على البرسيم. إذن الجذور بتاعة النبات اللي باللون الأصفر دي هي الجذور هنا التطفلية. برضو بيوضح لي صورة تاني، اللي باللون الأصفر ده هو النبات المتطفل اللي بيتخلخل أنسجة النبات العائل. طيب ليه وظيفة الجذور التطفلية دي؟ ليها وظيفة، قال لي بتتخلخل أنسجة العائل بحيث تحصل منه على الغذاء اللازم. طيب هل العائل هيستفيد بحاجة؟ لا مش هيستفيد بحاجة، بالعكس ممكن يحصل له أمراض. وبكده سنة أولى يبقى انتهينا سيكشن الجذور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.